ولم يكن له كفوا أحد. خطأ، كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم عن الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو حكم الإظهار. فإذا جاءت النون الساكنة والتنوين في كلمة واحدة أو في كلمتين، وجاء بعدها حرف من حروف الإظهار، ألا وهي همزة وهاء، عين وحاء، غين وخاء، وجب إظهار النون الساكنة والتنوين. مثال: كفوا أحد، منهم أنعمت، نار حامية، من خوف، أجر غير ممنون. صحيح ختم جان؟ صحيح أحسن. التنوين وجاء بعده حرف من حروف الإظهار، همزة وهاء، عين وحاء، غين وخاء، في حرف وجب الإظهار.